السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه طبخ سلمى عسنا. وصفتنا اليوم ان شاء الله تحضير بيتزا رولي بحشوه اللي هي سهله وبسيطه مسوفره في كل بيت. عجين اللي كيجي رطبو هشيش مقطن من الداخل بدون دارك، ما كيحتاجش مجهود. من تجربوها وتعجبكم ما تنساوش الا كنتو اول مره كتزوروا القناه دعموني بالاعجاب مع المشاركه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. وباش ما نطولش عليكم كنتمنى تتابعوا الفيديو الاخر باش تعرفوا على مكونات الوصفه وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات كنحتاج عندي كاس ديال الحليب دافي، علبة ديال اليوغورت بدون نكهة طبيعي من وزن 110 غرام، ربع كاس ديال الزيت نباتية، الملح على حسب الذوق، جوج معالق كبار سكر حبيبات سكر سنيدة، معلقة كبيرة خميرة فورية معجونة ممكن تستعملوا حبيبات، معلقة صغيرة خل أبيض أو الخل العادي اللي متوفر ماشي مشكل، والدقيق على حسب الخليط ومغربل. دوزو نشوفوا الطريقة. بالنسبة للطريقة غناخد أول حاجة الحليب كاس دافي. بالنسبة لهذا الكاس اللي استعملت الكاس ديال العنبة، غادي نضيف اليوغورت بدون نكهة طبيعي من وزن 110 غرام، غادي نضيف خميرة فورية معلقة كبيرة، جوج معالق كبار سكر حبيبات سكر سنيدة، غادي نخلط المكونات مزيان. غادي نضيف معلقة صغيرة ديال الخل، نخلط المكونات مزيان ونبدا نضيف الدقيق. من بعد ما خلط المكونات كاملة دابا نضيف الدقيق بشوية بشوية ومغربله. نحصل على واحد الخليط اللي هو رطب ما يكونش قاصح بزاف. من بعد ما جمعت العجين هذا هو القوام ديالو، ما كيكونش عجين اللي هو قاصح بزاف، كتكون عجينه مرخوفه شي شويه. دابا غنحاول ندهنها بشويه ديال الزيت. من بعد ما دهنتها بالزيت كما شفتوا معايا غنغطيها بلاستيك غذائي ونخليها حتى تختمر ويضاعف الحجم ديالها. بالنسبه لمكونات الحشو كنحتاج صلصه ديال البيتزا، صلصه ديال الطماطم. بالنسبه للصلصه ممكن تستعملوا اي صلصه كتفضلوا. بالنسبه لي هنايا استعملت صلصه اللي سبق لي وزدت لكم في القناه، غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. كنحتاج زيتون اسود مقطع قطع صغيره، عندي هنايا الطون مصفي مزيان من الزيت، مطيشه مقطعه مربعات صغيره، فلفله حمراء وخضراء مقطعين حتى قطع صغيره، الجبن الاحمر محكوك، والزعتر اللي غادي نحكو بين يديا. دوزو نشوفوا الطريقه. من بعد ما اختمر ليا العجين غادي نزولو من هذا البول هذا ونزول منه الهواء اللي دخل فيه. نرشطو ليه العامه بشويه ديال الدقيق، نزول من هكا الهواء ونطلقها على شكل مستطيل بالمدلك، تكون شويه رقيقه.
من بعد ما طلقتك على شكل مستطيل غندهنها بصلصة ديال البيتزا. من بعد ما دهنت صلصه البيتزا على العجين ديالي كما كتشوفوا، خليت هذا الحاجز هكا في الجنب ما دهنتوش كما كتشوفوا معايا، باش ملي يكون كنلف العجين ديالي يثبت عليه مزيان. حاولوا انكم ما تدهنوه، ما ديروا فوق منه حتى حاجه. وغادي نضيف الفلفله حمراء وخضراء. من بعد ما درت الفلفله حمراء وخضراء كما شفتوا معايا، كما سبق ليا وذكرت ان هذا الجنيب هذا ما ندير فوق منه حتى حاجه باش يثبت ليا فاش نكون كنلفو. دابا غندير مطيشه مقطعه مربعات صغيره. وغادي ندير الزيتون اسود اللي مقطع طريفات صغار من بعد مطيشه. من بعد ما درت الزيتون الاسود مقطع طريفات صغار، دابا غادي ندير الطون اللي غادي نفرتلو شويه هكا بيديا. من بعد ما درت الطون دابا غندير فرماج محكوك غير رشه هكا خفيفه. ومن بعد الفرماج دابا غندير حكه خفيفه ديال الزعتر. من بعد ما كملت الحشو كامل العجين ديالي كما كتشوفوا معايا، دابا نحاول اني نلفها مزيان، يعني غادي نلويها. من بعد ما لفيت العجين ديالي كامل كما كتشوفوا على شكل هكا رولي، دابا غادي نحاول اني نسدها من الجناب، نقرصها هكا بالصبع ديالي. حاولوا انكم تسدوها مزيان باش ما كتحلش فاش تكون كطيب في الفران. من بعد ما سديت الرولي مزيان من الجناب كما شفتوا معايا، دابا نحاول اني نقطعو. غادي نقطعو بالخيط، من الاحسن نقطعوه بالخيط كيعطي تقطيعه اللي هي مزيانه وما كيعذبش على الموس. غادي ندوز الخيط من التحت ديال الرولي ديال العجين وغادي نخلفو من الفوق وغادي نقطعو كما كتشوفوا معايا. حاولوا انكم تقطعوهم يكونوا شويه غلاد كما كتشوفوا، كندوزو من التحت وكنخلفو من الفوق وكيتقطع بسهوله. غنبقى مستمره هكا حتى نكمل الكيمياء كامله اللي عندي.
من بعد ما قطعت العجين بالخيط كما شفتي معايا، هذا هو الشكل ديالو كيفاش كيجي. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو بالداخل. غادي نصف واحد اللاطه اللي هي مدهونه بالزيت، ممكن انكم تفرشوا فيها ورق الزبده الا كان متوفر. من بعد ما كملت تقطع الرولي كامل كما كتشوفوا معايا، استفتوا هكا في اللاطه اللي هي مدهونه بالزيت كما سبق لي وذكرت، ممكن انكم تفرشوا لها ورق الزبده. كما كتشوفوا معايا انا درت لاطه من التحت ودرت فوق منها اطار، يعني حددت به القياس اللي بغيت. يعني هنا بالنسبه للمول كيبقى لكم الاختيار على حسب عدد الشنيك اللي عندكم، يعني ما كاينش شي مول اللي هو محدد او قياس اللي هو محدد، كيبقى لكم الاختيار في الشكل ديالو كيفاش بغيتوا تحضروا هذا الشنيك هذا، يا اما مول مربع او دائري لكم الاختيار. دابا غادي نخلي الكميه كامله حتى تختمر وتضاعف الحجم ديالها، عاد ندهنهم بالبيض. من بعد ما اختمروا لي شنيك او البيتزا رولي، دابا نحاول ندهنهم بيضه كامله مع شويه قهوه سريعه الذوبان ومعلقه كبيره ديال الحليب. غادي نطربهم مزيان تيطربوا لي مزيان وندهن بهم بالشيتا. ومن بعد ما كملت لهم كامل الدهن بالبيض وقهوه سريعه الذوبان، غادي نرش فوق منهم شويه ديال الزنجلان. هنا الزنجلان كيبقى لكم الاختيار فيه، يا اما تعوضوه بزنجلان ابيض او حبيبات البافو لكم الاختيار. غادي نرشهم كامل بشويه ديال الزنجلان. من بعد ما كملت لهم كامل الرش بالزنجلان، دابا غندخلهم الفرن اللي انا مسخناه شويه من قبل، النار متوسطه غير من التحت، حتى كيطيبوا كيتنشفوا كيتنفخوا مزيان. عاد اللي كنشعل لهم شويه من الفوق باش يتحمل لهم الوجه ديالهم وكنخرجهم. وهكا كتجي البيتزا رولي بعد ما طابت. كما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زوين، المذاق كيجي اروع، اتمنى تجربوها. كيجي عجين اللي هو رطب ما كيحتاجش مجهود كما شفتوا معايا، حشوه اللي هي سهله وبسيطه متوفره في كل بيت. عجين كيجي من الداخل ديالو مقطن ورطب. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو دعموني بالاعجاب مع المشاركه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تشعموا الفائده. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.